السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة تانية إعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنرجع مع بعض يونت 5 and 6، الوحدة الخامسة والستة، وكده نبقى خلصنا. وبكرة إن شاء الله هينزل لكم فيديوهين، فيديو الصبح وفيديو بالليل، عشان أخلص لكم ميك إز إناف. أنا النهاردة هكمل شغل في ماستر يور تيرم، تمام؟ عشان الناس اللي كتبت لي عايزين ناخد ويك از انف، لا هنحل، هخلص النهارده ماستر يور تيرم دلوقتي، هينزل لكم، وبالليل هينزل ويك از انف، وبكره برضو هنشتغل في ويك از انف، وكمان معنا التيتشرز اورجنايزر برضو هنشتغل فيه، تمام؟ فتعالوا نبدا نقول بسم الله عشان الفيديو ما يطولش معانا ونحل. عندي طبعا اول حاجه الكلمات هنقراها مع بعض. عندي هنا يونت 5 lessons 1 and 2. الكلمات put away, messy, kindness, stranger, strangers, fantastic, tidy up, wash up, random, smile. هنا بقى هنحل على الكلمات. بيقول لي they gave all the players no tests to check their health. يبقى ايه؟ random. عملوا لهم فحص ايه؟ عشوائي كده عشان يعملوا يعني يفحصوا صحتهم. I like the nod on my grandfather's face. I like the A smile. بيحب ضحكة A جدته. Heba doesn't speak in front of nod. She is shy. هي خجولة، يبقى مش بتتكلم قدام الـ A strangers الغرباء. I'm lucky because she helps me to not up my room. يبقى tidy up. أكتر كلمة هتجيلك وراها up هي tidy، عشان تبقى عارفها. هنا بقى الاختيارات. بيقول the teacher was very angry when he found the class. يبقى ايه؟ ميسي. المدرس كان غضبان لما لقى الفصل ايه؟ فوضوي. my mother always helps me not away my clothes. يبقى put away. برضو خلي بالك تدي up put away، يبقى تدي بيجي وراها up وput يجي وراها away، يعني بيضع الملابس في ايه؟ في اماكنها. we all love أشرف for his. كلنا بنحب أشرف عشان ايه؟ الكايندنس، طيبته او عطفه. بعد كده it's not to meet your friend after long time. بيقول it's a fantastic، انه من الرائع ان تقابل صديقك بعد وقت طويل. بعد كده بقى القاعدة كان بيتكلمنا عن have to has to، وقلنا have مع I you we و they، و has مع he و she و it، ولازم بعدهم يجي الفعل في المصدر. اقول have to و has to، تمام؟ ودي معناها يجب ان. بعد كده بقى لو هنفي، قلنا بننفي بدونت او دازنت. مع هاف تو بقول دونت هاف تو اهي، ومع هاز تو بنقول دازنت هاز تو. طبعا دي مع المفرد ودي مع الايه؟ الجمع. وبعد تو دايما هنختار الفعل في المصدر. بعد كده عندي شود وشودنت، الاثنين يجوا لهم فعل في المصدر، ودي انا بادفايز بيبول يعني بنصح الناس، وهنا ينبغي وهنا لا ينبغي، برضو لازم بعدهم فعل في المصدر. تعالوا بقى نحل عليهم. بيقول ايه؟ students not to follow school rules. لازم الاطفال يتبعوا قوانين المدرسه. طب ما انا عندي تو، يبقى have you has. طب والستودنت جمع، يبقى have. منى doesn't not go out today. انا قلت لك لما شرحت المره اللي فاتت قلت لك ان بعد النفي كله بنجيب الفعل في المصدر، فعندك بعد doesn't بناخد have to. don't have to، didn't have to، لازم تجيب بعد النفي have to. You know I drive your car fast. بيقول ما ينفعش ان انت تسوق عربيتك بسرعة، يبقى you shouldn't. Does he، برضو سؤال ونفي يبقى فعل في المصدر، يبقى have to. What should he، طبعا عندي should يبقى فعل في المصدر فهتبقى do، تمام؟ طيب نحل بقى على الدرسين 3 و4. الكلمات community, disabled, donate, volunteer, behave, princess, boarding school, girl, servant, beggar و pick up. الكلمات بيقول you shouldn't be not with young children. ما ينفعش نبقى ايه؟ مع الاطفال الصغيرين، يبقى careful. The daughter of the king and queen is called the. بنت الملك والملكة بتبقى ايه؟ البرنسس اللي هي الاميرة. The not works in homes in someone's home. بيشتغل في بيت حد، يبقى الايه؟ السيرفنت اللي هو الخادم. The not asks people for food and money. الناس اللي بتطلب الأكل والإيه والطعام، يبقى إيه؟ beggar، تمام؟ تعالوا بقى نحل على الكلمات. بيقول all people should help the not they need our help. مين اللي محتاجين مساعدتنا؟ يبقى ال disabled اللي هم الغير قادرين. people not money to the food bank to buy food for the poor. يبقى بيعملوا إيه؟ donated، بيتبرعوا. my parents advises me to not well with others. يبقى behave well. خلي بالك كلمة behave well يعني نتعامل بطريقة كويسة.
النقط school is a school where the students live and learn at the same time. هتبقى بريد ولا بوردينج ولا برودينج ولا بريدينج؟ هتبقى بوردينج، مالكش دعوة برودينج دي، احنا اللي هي بي او اي خلاص. طيب تعال بقى نشوف القاعدة. القاعدة في الوحدة الخامسة بتاع الدرسين 3 و 4 كانت عبارة عن جمل وضمائر الوصل، كانت بتكلم على هو ويتش وذات وير. هو قلنا للعقل، ويتش الغير العقل، ذات بتعود عن الاتنين دول العقل وغير العقل، وير للمكان. بس ايه الفرق ما بين لو انا قلت المدرسة مثلا، ما المدرسة غير عقل ينفع ويتش، طب ومكان تنفع وير، ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ وير بتيجي لما يجيب لك الغرض من المكان، يعني احنا في المدرسة بنتعلم ليرن يبقى تقول وير، لكن لو قلت لك المدرسة بتاعتي كبيرة انا بوصفها يبقى ويتش، ما جبتش الغرض. لو قلت لك البيت بتاعنا بنعيش فيه واتولدت فيه يبقى وير، لكن لو قلت لك البيت بتاعنا جنب النيل يبقى ويتش. فهمت كده؟ يبقى لما يجيب الغرض من مكان تاخد وير. وساعات بقى ويتش بتحل محل وير والاتنين بيساووا بعض، امتى؟ لما ويتش دي يجي معاها حرف جر، تمام؟ اقول ان ويتش، اون ويتش، ات ويتش، انهم المهم ان يجي معاها حرف جر، تمام؟ يبقى هو للعقل، دي الغير العقل، دي مع الاتنين، وير مع المكان او الغرض من المكان، تمام؟ اهو قالك وير فور بليسز، لو جاب كلمة بليس يبقى وانت مغمض تاخد وير، تمام كده؟ تعال نشوف بيقول إذا ساينتست العالم، الله، طب ما العالم ده عاقل يبقى هو من غير ما تكمل. زي فيلم نقط I saw last night was great، طب ما الفيلم غير عقل يا ميسي يبقى ياخد ايه؟ ويتش، ما عنديش ويتش، يبقى عوض عنها بايه؟ بذات. We did an experiment went wrong، بيقول احنا عملنا تجربة، طب ما التجربة غير عاقل يبقى ويتش. السلام سكول is the place، الله ده انا عندي كلمة place يا ميسي يبقى وير، تمام كده؟ This is the house not we live، البيت اللي احنا عايشين فيه، يبقى هنا تبقى برضو وير، تمام؟ لكن لو جه قال لك المدرسة المنزل بتاعي كبير، مش عارفة البيت بتاعي مش عارفة ايه، يبقى لا ياخد ويتش. عندي بقى هنا lessons 5 and 6 الكلمات، عندي donation، blog، agree، passport، helpful، opinion، decision، reason for، suggestion. نحل بقى على الكلمات. بيقول on my يبقى opinion على طول، ثواني مفيش on my opinion. I can post anything about me، ممكن احط اي حاجة على الشخصية ليا، يبقى on my blog، على المدونة بتاعتي. You should take the right note at the right note، يبقى المفروض ان انت تاخد القرار الصحيح في الوقت الايه الصحيح. علي is very not all people like him، يبقى الناس كلها بتحبه، يبقى هو ايه؟ helpful. I not with ma with you that visiting Alexandria was very exciting، يبقى اي ايه agree ولا reason؟ يبقى I agree، يعني انا موافق معك، I agree with you. الاختيارات بيقولي ايه؟ you have to get a note before traveling abroad، لازم يبقى معاك الايه الباسبورت قبل ما تسافر بالخارج. note to charities is a great act of kindness، يبقى donation التبرع. in my note that car is too expensive، يبقى in my opinion، تمام. what is the note of coming for coming early، يبقى what is the reason، ما هو السبب لمجيئك بدري، تمام او مبكرا. يونت 6 بقى درسين 1 و 2، عندي كلمه polluted، line graph، green، transport، drought، chart، environment، air pollution، fluid، melt، climate change. اول واحده كده بيقول لي affects the environment and causes some problems، يبقى الكلايمات تشينج اللي هو التلوث او تغير المناخ، بيغير الايه البيئه او بيؤثر على البيئه. بايكس ار نوت فورم اوف ترانسبورت، يبقى بيقول ان العجل وسيله من وسائل المواصلات الايه الجرين، يعني هي مش الخضراء، لا النظيفه. اذا كان از مور نوت ذان ذا ريفر، يبقى بلوتد. 3 ايس ان ذا نورث بول ويل نوت بيكوز اوف كلايمات تشينج، ايه اللي هيحصل للثلج؟ ميلت، يعني ايه ميلت؟ هيدوب. هنا بقى اختيارات بيقول ايه؟ some countries have no rain so they have، ما عندهمش. بص دي مفتاح الحل، كلمة no rain بتساوي كلمة drought، اول ما تلاقي كلمة no rain يبقى تختار drought. using electric buses means there will be less، لما نستخدم البتاع ده النظيفة والكهربية، يبقى less ايه؟ less air pollution، بيقلل من تلوث الهواء. the high dam protects Egypt from، بيحميها من الايه الفلوتس، يعني ايه هاي دام؟ السد العالي.
the natural world where people, animals or plants live is called, اللي هو المكان الطبيعي اللي الناس كلها بتعيش فيه، يبقى الايه ال environment. تمام كده، تعالوا بقى نشوف الدرسين اللي وراه. هنا القاعدة بتاعتهم كانت سهلة جدا على البتاع ده، صفات المقارنة. صفات المقارنة كانت ما بين الصفات القصيرة والطويلة. الصفات القصيرة بنحط لها ER وبعدها than، أما الصفة الطويلة بنحط قبلها more أو less وبعدها than. تمام. طيب لو عايزة بقى أقول التساوي، بيبقى as والصفة وas. طب مش ما فيش تساوي، يبقى not as والصفة وas. المهم إن أنت تلاقي as منهم. خلاص. بعد كده بقى بيقول my brother is not than me. الله، من عندي than، يبقى يا مور يا لسه الصفة فيها ER، أنا عندي ER أهي. math is not than، يبقى more أو less أو الصفة فيها ER. فين more؟ أهي more difficult، ما عنديش الصفة فيها ER، يبقى أدور على more أو less. the flood this year is not serious as، خلي بالك عندك هنا as، يبقى أنا عايز as أختها التانية أهي، يبقى not as. the shark is not the octopus، عندي الصفة حاجتين هقارن ما بينهم، يبقى عندي more dangerous، بس هنا ما عنديش than، يبقى more dangerous than. فهمتوا كده؟ طيب a train is not as not a plane، خلي بالك عندك as يبقى تجيب اختها على طول، يبقى fast as. تمام. بعد كده الدرسين 3 و 4، الكلمات canal، cotton، mask، wet، be located، were protected، were respect، wildlife، none for. هنحل هنا، بيقولي أسوان is not in the south of Egypt، تقع في جنوب مصر، يبقى located number 1. we should not our teachers and parents، يبقى to respect، نحترمهم. many is not for its delicious black honey، مشهورة بي، يبقى none، ما عنديش famous، تبقى none. animals and plants are examples of wildlife، مثال من الحياة البرية. نحل هنا، بيقول Egypt is famous for growing a special kind of knot plants which is used for making clothes، بنعمل منها الملابس، يبقى cotton. knot is a building where you can pray، يعني ايه pray؟ مس يصلي، تبقى mosque. Suez كان على طول وانت مغمض. bread is made from، بيقول لك العيش معمول من الايه؟ الويت، القمح. طيب القاعدة بتاع الدرسين 3 و 4 كان بيتكلم على المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط بيتكون من الفعل في اس او يس او يس مع المفرد ومع الجمع الفعل في المصدر. طيب لما اجي بقى ابني المجهول، طبعا بنبدا بالمفعول، ولو مفرد بناخد له ام او از، ولو جمع بناخد ار، ومن وراها التصريف الثالث، وبقول باي كذا بالفعل يعني. تمام، زي الامثله اللي هو مديها لي دي. طب انا هعرف منين ان هي مبني المجهول؟ هتلاقي فيها كلمه باي كذا، يبقى انت تاخد قبلها ام وزا وار والتصريف التالت. تمام. زي ايميل نقط باي مي. الله، طب ما انا عندي باي، الايميل مفرد، يبقى از والتصريف التالت. انا عندي از هنا واز هنا، لا انا هاخد از والتصريف التالت، ماليش دعوه بالاي ان جي خالص. ذا بريزنتس نقط تو سلمى، البريزنتس الهدايا، يبقى جمع، يبقى ار والتصريف التالت. where is Alexandria، الله من عندي is، يبقى تصريف تالت located، خلي بالك منها عشان متكررة كتير. the museum is visited not a school trip، يبقى boy، ما عنديش اي حاجة تاني في المبنى المجهول غير الباي. our articles written by a he ولا she، لا ولا هتنفع دي ولا دي، ولا هتنفع his، فهتبقى him. خلاص كده written by him. الدرسين بقى 5 و 6، اخر حاجة كلمة collect، river bank يعني ضفة النهر، remind يذكر، بيفكر حد يعني، حد بيفكر حد. chocolate، souvenirs، wash، recycle، colored. اول حاجة بيقولي cake is my favorite dessert، يبقى ايه كيك؟ طبعا الشوكليت كيك. not tourists buy not when they visit Egypt، السياح بيشتروا ايه؟ طبعا souvenirs، هدايا تذكارية تفكرني بالمكان. I not cucumbers before eating them، يبقى هو بيعمل ايه للخيار قبل ما ياكله؟ يبقى وش. you should not our rubbish to make use of it، لازم نعمل ايه للزبالة؟ اعادة ايه؟ تدوير، يبقى recycle. هنا هنحل على الكلمات، بيقول لي stumps is my favorite hobby، هيجمع الستامبس، يبقى collecting. there are two men on the north trying to catch fish، يبقى river bank، قاعدين على ضفة النهر بيصطادوا السمك. Soha not her sister to visit her uncle last his her aunt last Monday،
بيقول لي سوها فكرت أختها، يبقى reminded. تمام. not clothes are beautiful and nice، هي بقى الألوان الملابس الايه الملونة colored، colored clothes. تعالوا بقى نحل على كل اللي فات. طبعا انت لو وصلت معايا لحد صفحة 37 هتلاقي ان هما الصفحتين مقلوبين كده، اللي هو الميني تيستس. حلينا احنا طبعا على 1 و2، فاضل لنا احنا 5 و6. هنحل الميني تيست ده على الوحدة الخامسة وبعد كده على الوحدة السادسة. بيقول students must not well in the classroom، قلت لك اول ما تلاقي well اختار behave على طول. not is where you put rubbish، اللي بنحط فيها الزبالة، فهتبقى بن بالبي الخفيفة، لكن دي دبوس. I have a note on the internet to share my interests، يبقى blog مدونة. You not waste your time، ما ينفعش تضيع وقتك، يبقى you shouldn't. صلاح is a footballer، الله، طب ما صلاح عاقل يبقى هو. He left the house without not his keys، يبقى without، بعد without بنختار الفعل في ing فهتبقى taking. بعد كده هنحل على الوحدة الستة. بيقول لي when it becomes warm ice melts، لما الجو بيبقى دافي التلج ايه بيدوب. electric cars can be a not form of transport، green، green يعني ايه طاقة نظيفة او وسائل مواصلات نظيفة. global cycling day is an important not in march، important ايه هتبقى event. بعد كده بيقولي Egypt is not as Jordan، خلي بالك عندك as يبقى تجيب اختها يبقى as hot. this new phone is not than، خلي بالك than يبقى اختار صف فيها er تبقى better. تمام. where is Tanta located، وانت مغمض ما عندناش غيرها. بعد كده بقى عندي هنا على 5 و6 الاتنين مع بعض mini test. بيقول it's kind of you to give your note to someone on the bus، you give your seat اهي، لكن دي معناها حجم، دي موقع اثري، suit يعني بدله. to not means to give someone useful to a to not means to give something useful to a person or a charity that needs help، يبقى donate على طول، اول ما تلاقي جمعيه خيريه تبقى donate. is not is very important to Egypt، ايه هو التوريزم اللي هي السياحة. كايرو is the city in not we stay in a، الله انا عندي حرف جر يا مس، يبقى which على طول، لان ضمير الوسط الوحيد اللي بياخد ابو حرف الجر هو which. when do you have to not back the book، طيب من عندي have to يبقى فعل في المصدر يبقى give. drought are not fluids as serious as ولا as serious، طيب هتبقى as serious as، لان انا عندي as و as والصفة في النص. بعد كده انا على 1 و2 و3 و4، هنا بقى على 1 و2 و3 و4 و5، وبعد كده على 6 وحدات. بيقولك to not up means to make a place look better، يبقى تدي up، قلتلك الحاجة الوحيدة اللي جاية وراها up السنة دي تدي. you mustn't be not in the class، يبقى ما ينفعش اكون ايه في الفصل noisy. when you use a knife you should be، لازم اكون ايه be careful، طبعا careful على طول وانت مغمض be careful. a person، الله طب ما انا عندي الشخص يبقى هو. we know tomorrow we have arranged everything، خلي بالك arranged يبقى ما وز ار والفعل في ing، يبقى عندي هنا ار leaving. طارق not ready for the exam، يبقى مفرد، يبقى عندي هنا مين doesn't، لا ثواني isn't ready، isn't ready for the exam. بعد كده هنا امتحان على 6 وحدات كلهم. بيقول لي Luxor and Aswan are not for their great temples، يبقى are famous for، ما عنديش famous هتبقى none مش unknown. a bike is not as fast، وانت مغمض على طول as، لان انا عندي هنا as و as. at الازهر بارك people can walk and look at the not and plums trees، يبقى ايه الفونتينز اللي هي النفورات. نوت علي هاف تو، الله معالي مفرد يبقى داس. ذا جيرل هيلبد هير مذر، نوت ذا كيتشن، يبقى ايه فيل ولا بريك ولا فيل تشيكنز قصدي، يبقى فيد يطعم. عمر ديدنت نوت بلاي سكواش وين هي واز يونج، خلي بالك ديدنت يبقى فعل في المصدر يبقى يوز تو. تمام كده. تعالوا نشوف عندنا ايه تاني. الصفحه اللي وراها على اخر 3 وحدات عندي في المنهج 4 و5 و6. بيقولي is a type of paper that was used in ancient Egypt، نوع من الورق كان بيستخدم في مصر القديمة، يبقى papyrus اللي هو البردي.
let's go to the lab. We have good science. عندنا علوم. يبقى هنروح فين؟ اللاب اللي هو المعمل laboratory. Some people collect many bottles and old things to not them. ليه الناس بتلم الأزاز والحاجات القديمة عشان تعمل لها إيه؟ recycle إعادة تدوير. This is the house in what my father was born in. خلي بالك عندك in يبقى حرف جر يبقى which. تمام. طب ليه ما خدتش وير؟ لو كتب لي was born بس من غير ان كنت اختار وير عادي. I like reading as not as. I like playing football. يبقى as much as. ما ينفعش more ولا few ولا less. ما ينفعش a few. تبقى as much as. You not be quiet at the library. لازم تبقى هادي في المكتبة. يبقى you must. تمام كده. نعدل بقى الملخص ونشوف الجزء الثاني على ال القطعة. هنشوف لو في حاجة تانية. يبقى احنا فضلنا كده القطعة ان شاء الله. وهنا ال definitions حلينا على ال units دي بس. نكمل. طيب هنا التعريفات. طيب في جزء التعريفات ده ابعد بس الكاميرا عشان تشوفوا. جزء التعريفات ده انا مش هحل فيه لا الجزء ده ولا ده. لان نفس الكلمات هنا هتحطها هنا. تمام. لكن الجزء اللي من تحت ده هو المهم. هو اللي احنا عايزين نحله. انت هنا بتترجم الكلمات من عربي لانجليش ومن انجليش لعربي. اما التعريفات هتبقى نفس الكلام اللي فوق. تشوف معناها ايه من تحت وتكتب المعنى. تمام كده عشان بس ما نضيعش وقت. اللي تحت بقى الكوريكت ده هو اللي انا عايزاه اهو. تعالى نشوف مع بعض. اول حاجه كده بيقول لي ايه؟ باسم is a police officer ولا officer؟ لا هتبقى officer. دكتور وفاء looks after children in this ward ولا ward؟ لا ward في الجناح او العنبر. make sure ولا do sure؟ هتبقى make sure. ايمن is parking ولا parking his car؟ هتبقى parking بالبي ال تقيلة. تمام بالبي مش بالبي. بعد كده الصفحة اللي وراها بيقول لي she is talking ولا taking a selfie؟ لا طبعا take يلتقط. هو ده is sitting ولا sitting behind ليلى؟ هتبقى sitting دي. تمام ولا دي sitting. تمام. هو ده is standing on her left ولا left؟ هتبقى left اللي هي على الشمال. try to do news ولا make new friends؟ هتبقى make new friends. خلي بالك من الحاجات دي اللي ممكن تجيلك فين في الاختيارات. بعد كده بيقول I'm sorry ولا I'm happy to hear that. I hope he gets better soon. يبقى I'm sorry to hear that. قلت له تعبير تحفظه على طول. I'm sorry to hear that. How are you feeling ولا feeling؟ لا feeling. طيب he went on a school. هتبقى trip رحلة قصيرة. There are amazed ولا amazing places الأماكن غير عاقل. فهنقول amazing للأشياء ing. بعد كده عندي بيقولي he is 12. he is a junior ولا senior؟ طبعا هتبقى junior لسه ناشئ. حسن شحاتة is a sport ولا sports coach؟ لا sports اللي فيها الاس. my birth place ولا date؟ الله ده تاريخ يبقى على طول date. to دي ولا die؟ لا طبعا die is stop living يعني توقف عن الحياة يبقى die. the mind ولا brain in your head؟ ايه اللي موجود في الرأس؟ يبقى البرين المخ. brains ولا lungs help us to breathe تساعدنا ان احنا نتنفس يبقى lungs. earthquakes are natural ولا man-made disaster؟ لا طبعا the natural كوارث طبيعية لكن man-made يعني من صنع الانسان. بعدين بيقول لي hero ولا heroic means very brave or great؟ طبعا الهيرو حاجة ايه عظيمة او شجاعة. بعد ولا هتبقى لأ heroic. لو قال لي person هتبقى ايه؟ hero. this bottle contains ولا includes؟ لا طبعا contains تحتوي على يعني حاجة جواها. in other ولا another words؟ بص هنا لما تلاقي الكلمة جامع يبقى other لكن لو مفرد هتبقى another. doing ولا making something useful is very important. حاجة لما تعمل حاجة مفيدة تبقى making very important مهمة. هتبقى doing something ولا making؟ هتبقى doing something. تعالوا نكمل. احنا هنا وصلنا للوحدة الرابعة واحنا بنحل. this is a history ولا historic building؟ طبعا هتبقى historic. this building is terrible ولا awesome I like it؟ هتبقى awesome عشان انا حبيته. I don't like noisy ولا quiet sounds؟ يبقى مش بيحب يبقى don't like noisy. علي is quiet ولا quit tall؟ هتبقى quit. تمام.
ان شاء الله بالليل هنكتب مع بعض 4 باراجرافات متوقعين ان هم يجوا في الامتحان ان شاء الله، فهنكتبهم مع بعض بالليل باذن الرحمن. tourism loses brings money to Egypt، طبعا هتبقى السياحه brings money to Egypt. تمام. cars can do pollution، can ولا do؟ هتبقى make pollution، can make pollution. you should pay ولا pay for what you buy؟ هتبقى pay، يدفع. هنا بقى بيقول لي ايه، women play an important role، بيلعبوا دور مهم in society، في المجتمع. mothers always eat ولا feed their babies؟ يبقى feed، بيطعموهم. don't pick ولا pick flowers؟ هتبقى pick flowers، يقطف الورود. rich people should donate ولا receive money to the poor؟ هتبقى donate، اللي هو ايه، يتبرع. unit 5 بقى بيقول you can't leave your country without a passport ولا passport؟ طبعا passport. society ولا social media is important؟ هتبقى social media. علي air population ولا pollution is dangerous؟ هتبقى air pollution، تلوث الهواء. wet ولا dry weather causes bad fires in Australia؟ هتبقى dry weather، الطقس الجاف بيعمل حرائق فين؟ في استراليا. fewer ولا less people use cars nowadays؟ بيقول لي هتبقى fewer people، ناس اقل. less people، لا fewer people، لا هتبقى less people. تمام. everest is very high، مش طول، عالية جدا، اللي هي قمة everest. اخر حاجه معانا بيقول لي the Egyptians opened the Suez، هتبقى كانال، على طول لسه حلينها بالاختراض. tourist ولا tourism is very important for Egypt؟ هتبقى tourism. تمام، السياحه. بعد كده بقى دي خلصت كده، ما فضلش فيها غير القطعه، القطعه هحلها معاكم ان شاء الله بالليل، وهنزل لكم برده الباراجرافات يا سنه ثانيه اعدادي. خلي بالكم الباراجرافات اللي نازله دي مهمه جدا، وهم 4 متوقعين جدا ان هم هيجوا في الامتحانات، فهنكتبهم مع بعض ان شاء الله بالليل كده على بعد المغرب، هنزل لكم الفيديو باذن الرحمن، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. وبكره باذن الله هنحل مع بعض ويك از انف، تجهز بقى ويك از انف معايا عشان نحله. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.